كيف يمكن لبقعة جغرافية تعاني حربا منذ أكثر من عام كامل أن تشهد ارتفاعا في قيمة ودائع السكان لدى البنوك هناك؟ تعالوا معنا في رحلة قصيرة إلى غزة. عشية الحرب على غزة كانت الودائع المصرفية تبلغ 1,600,000,000,000 دولار موزعة على البنوك العشرة العاملة في القطاع، لكن بنهاية أغسطس 2024 بلغت قيمة الودائع 2,730,000,000 دولار. لكن كيف حصل ذلك؟ الإجابة تكمن بتوجه السكان لإيداع أموالهم التي كانت خارج القطاع المصرفي ووضعها في البنوك لتجنب سرقتها من الجيش الإسرائيلي أو ضياعها أثناء النزوح، فكانت البنوك هي الملاذ الآمن لتحويشتهم، فالأموال داخل البنوك خاضعة لتأمينات المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع. ولمن لا يعلم، فالتحويلات المالية الواردة إلى غزة تشهد قيودا غير مسبوقة من الخارج، أي أن نمو الودائع مرده أن الأموال كانت في غزة لكن خارج القطاع المصرفي.